اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قراءات كينج هيستوري، القراءه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن ملك كينج، وده مش ملك واحد من ملوك الاسره الخمسه، وهو الملك من كا وحور كايو، والملك الثاني هو الملك جد كا رع. وهيبدا كلامنا في اول الحلقه عن الملك من كا وحور كايو، والملك ده هو الملك السابع من الاسره الخمسه في عهد الدوله القديمه، واسمه الملكي هو من كا وحور، ومعناه باللغه العربيه خالده هي أرواح حورس. وتم اكتشاف لهرمين، واحد في السقارة وواحد تاني في أبو صير. وتعرف هرم الملك من كا وحور كايو في السقارة باسم الهرم مقطوع الرأس، وده الهرم الوحيد أو الاكتشاف المشهور واللي شهر اسم الملك من كا وحور كايو. وقدم المؤرخ كارل ريتشارد ليبسيوس، واللي زار مصر سنة 1843، أول وصف موجز للهرم وصنفه ضمن كائنات الأهرامات. وقدر غاستون ماسبيرو ان هو يدخل الغرف اللي موجوده تحت الهرم سنه 1881، وحصل اول تنقيب عن الاثار عن الهرم ده، وكان تنقيب قصير جدا وغير منتظم سنه 1930، وتم تخطيط الانقاض اللي نتجت عن التنقيب ده بالرمال. وفي سنه 1994 اعتقد جارومير مالك ان الهرم مقطوع الراس هو هرم ميري كارع، واللازم يكون موجود في مكان ما في شمال سقارة بالقرب من هرم الملكة تيتي. وطبعا علماء الآثار اعتقدوا ان الاعتقاد ده هو الأقرب للحقيقة والأكثر مثالية، لان ما كانش فيه أهرامات من الأسرة الخمسة قريبة من هرم تيتي او ملاصق ليه مباشرة او اقرب من الهرم مقطوع الرأس. وطبعا علماء الاثار معظمهم اجتمع على ان الهرم ده ملك للملك من كا وحور كايو، لان معظم الكهنة اللي كانوا مسؤولين عن الهرم ومسؤولين عن المعابد الجنائزية ومعبد الوادي اللي كانوا موجودين في المكان ده اتدفنوا في مكان شمال سقارة، وكان من المعتقد او المزعوم ان لازم الكهنة المسؤولين عن المعبد يدفنوا في مكان قريب من المعبد ده عشان تحل عليهم بركة المعبد بركة العبادة اللي كانوا مسؤولين عنها. ولما نيجي نتكلم عن الهرم، فطول الهرم هو 52 متر، وكان موازي او محادي لهرم تيتي. اما بالنسبة لتسمية الهرم، فتسمى الهرم مقطوع الرأس لان معظم البنية الفوقية او التاج او الرأس اللي كانت بتغطي الهرم معظمها ما بقتش موجودة، عشان كده تم تسميته الهرم مقطوع الرأس. ومن المدخل الشمالي هنلاقي ان في مدخل بيودي لنظام الغرف اللي موجود تحت الارض، واللي تم اغلاقه بقطعتين ضخمتين وكبار جدا من حجر جرانيت. وقدروا علماء الاثار ان هما يعثروا جوه الهرم على غطاء تابوت مكسور، وكان موجود جوه حجره الدفن، وده ملوش غير دليل واحد بس، وهو ان لصوص المقابر سرقوا جثه الملك وسرقوا التابوت الاصلي اللي كان موجود فيه الملك. ودلوقتي هنبدا كلامنا في الجزء الثاني من الحلقه، وهو الملك جد كا رع، واسمه الفرعوني هو جد كا رع اسيس، وهو الملك الثامن من الاسره الخمسه، وتولى حكم مصر بعد موت الملك من كا وحور كايو. كان عصر حكم الملك جد كا رع عصر حافل ومليء بالاعمال العظيمه، واحضر قزم من نوع نادر من بلاد بونت، وارسل حمله لسينا للتنقيب عن الفيروز والنحاس. وفي بعض اقاويل وبعض الاعتقادات من بعض علماء الاثار بتقول ان الملك جد كا رع تم تربيته على ايد واحد من اشهر المربيين ومن اشهر الناس اللي موجودين في مصر، وهو بتاع حطب صاحب الامثال وبعض الاحكام المصريه المشهوره، واللي وصلنا من خلاله معظم الاخبار وطرق التربيه اللي حصلت في مصر القديمه. وحكم الملك جد كا رع مصر حوالي 28 سنه. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هبدا كلام معاكم عن هرم الملك جد كا رع، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.